ناقشنا الأسبوع الماضي تعرض بعض المواقع الأثرية في ليبيا للخطر بسبب هجوم الجماعات المتشددة عليها، واليوم إرهاب من نوع آخر يهدد تراث اليمن. مدينة شبام والمعروفة بمنهاتن الصحراء رسميا على قائمة اليونسكو للتراث المهدد بالخطر بسبب الحرب هناك، فهل يمكن لليونسكو أن تنقذ تاريخا تهدده الرشاشات؟ لأن الحرب نالت كثيرا من هذه المساكن التقليدية المتلاصقة وشوهت ذكرياتها، تلتفت منظمة اليونسكو إلى صنعاء القديمة وتضعها على قائمة التراث العالمي المهدد بالأخطار. أكثر من 6000 منزل بنيت قبل القرن الحادي عشر، قاوم معظمها الغزوات ورياح الصحراء العتية. صمدت المدينة القديمة بأسواقها وجوامعها وأبوابها كل هذه السنين. حياد الزمن كل هذا التراث الإنساني الثمين ولم ينل من شواهده، لكن مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي لم تحيدها. أضرار ناتجة عن قصف الطيران 1975 منزل، منها 43 منزل مدمرة كليا. لدينا أضرار جسيمة 86 منزل في صنعاء. مدينة شبام المعروفة باسم منهاتن الصحراء لها حصتها من التاريخ أيضا. أبراجها المتواضعة تتحدث عن نفسها، وسورها ثابت منذ قرون هنا في حضرموت. صمدت شبام بمساكنها المبنية بالطوب الأحمر طويلا، صمدت أكثر من 600 عام، لكن جولات القتال لم تشفع لها أو لماضيها العريق. تضمها اليونسكو هي الأخرى إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالأخطار لعلها تحميها من الاندثار. وتنضم إلينا من صنعاء أمل رزاق شحاف، وكيل الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية. مساء الخير سيدة أما، وأهلا بك. إذا أبدأ معك من يعني أن تضع اليونسكو أو يعني تضع المدينة على قائمة التراث المهدد، هل هذا ينقذ المدينة من تهديد الحرب والرشاشات والدمار؟ وجود مدينة في قائمة الخطر أو قائمة التراث المهددة بالخروج من القائمة عادة هو سلاح ذو حدين، لأن اليونسكو عندما تضع مدينة ما في قائمة الخطر تضعها لأنها فقدت أحد المعايير التي تم على ضوئها إدراج هذه المدينة في القائمة، ومن ثم يصبح على الحكومة التي تقع فيها هذه المدينة جهد كبير يجب أن تبادر به إلى وقف الاستحداثات، وقف البناء المخالف، إزالة التشوهات من على المدينة التي تشوه نسيجها المعماري المتميز الذي احتفظت به لآلاف السنين والذي جعل منها واحدة من أهم مدن التراث العالمي. وفي نفس الوقت على اليونسكو أن تسعى لحشد الدعم الفني والدعم المالي الذي ينقذ هذه المدينة. ونحن هنا في صنعاء بادرنا إلى تأكيد جديتنا في بقاء مدننا المسجلة في قائمة التراث العالمي وعدم خروجها. والحكومة بعد أن صدر قانون الحفاظ رقم 16 لسنة 2013 الذي تقضي مواده بالحفاظ على هذه المدن، بادرت إلى تشكيل لجنة عليا تترأسها رئاسة الدولة، وعقدت الكثير من الاجتماعات وما تزال في حالة اجتماع مستمر، ووضعت الكثير من الحلول، الكثير من المعالجات، ووفرت الإمكانيات التي تدعم هذه المدينة. دمرت على اليونسكو، دمرت بفعل الحرب يعني وليس بفعل التشويه، صحيح؟ فهل من المنصف أن يعني تنزع عنها شرعية أن تكون مدرجة في التراث؟
أكيد كان العدوان واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى إدراج هذه المدينة والمدن الثلاث في قائمة الخطر، ولأن كثير من البيوت التاريخية تعرضت للقصف والتدمير الشامل، وكثير منها أيضا تعرض لأضرار جسيمة حولتها إلى مجرد هياكل تشبه هياكل الأشباح، يعني غير صالحة للسكن. ومن ثم أصبحت هذه واحدة من المبررات التي اعتمدت عليها اليونسكو في إدخال مدينة صنعاء تحديدا، لأنها تعرضت لأكثر من غارة من قصف دول تحالف العدوان، وأيضا مدينة شبام حضرموت التي دمرت فيها الكثير من المباني. ولم يقتصر طبعا تدمير دول تحالف العدوان للمدن الثلاثة المسجلة، لدينا 12 مدينة مسجلة في قائمة الانتظار، منها مدينة صعدة التاريخية ومدينة كوكبان، وكلاهما تعرض لقصف طيران مباشر أدى إلى تدمير الكثير من هذه المنازل. نعم سيدة أما، كيف يتم التعامل مع التراث والحفاظ عليها في منطقة تعيش حربا دامية؟ يعني كما ذكرتي أن هناك طبعا جهود تبذل بكل تأكيد، لكن الحكومات العربية في مناطق النزاع تقول لك الأولوية هي للوضع الأمني، للوضع المعيشي، لوضع السكان، للبشر وليس للحجر كما يقال. فكيف يمكن التعامل مع التراث في هذه المناطق؟ طبعا المدن التاريخية لم تتضرر فقط بالقصف، تضررت بالحصار أيضا، الحصار الذي أفقد الناس وظائفهم وأفقدهم مصدر الدخل الذي كانوا من خلاله يقومون بترميم منازلهم وصيانتها والحفاظ عليها، وجعلت كثير منهم أيضا يلجأ إلى تحويل بعض الفراغات في البيوت إلى دكاكين يكتاتوا منها. هذا لم نعرفه في صنعاء ولم تشهده المدينة إلا منذ بدء العدوان، وبالتالي فهي معادلة صعبة جدا أن احنا نقوم بعملية الحفاظ وفي نفس الوقت يعني أي لمن الأولوية، للبشر أم للحجر؟ نحن أمام هذه المعادلة. طبعا احنا ناشدنا اليونسكو أكثر من مرة وتوجهنا بخطابات ومذكرات رسمية أن تلزم دول تحالف العدوان بالتوقف عن الاعتداء على المدن التاريخية ومعالمها المهمة، ولكن للأسف لم توجه لهم أي إنذارات سوى تقريبا مرة واحدة عندما أدانت اليونسكو القصف على بعض المنازل التاريخية في صنعاء القديمة. ولهذا نحن بمفردنا لا نستطيع أن نحافظ أو نحقق هذه المعادلة الصعبة، الحماية والحفاظ وصون حياة الناس، ما لم يكن هناك استجابة وتعاون دولي. صحيح. معنا. نعم بكل تأكيد. سيدة أما، ما قصة منهاتن الصحراء وأول ناطحة سحاب في العالم؟ ما قصة منهاتن الصحراء؟ لماذا سميت بهذا الاسم وأول ناطحة سحاب بالعالم؟ طبعا مدينة شبام حضرموت التي يتجاوز عمرها حوالي، يعني بعض البيوت فيها تصل أعمارها إلى أكثر من 1000 سنة، هذه المدينة التي بنيت بالطين فقط، مجرد قوالب من الطين خالية من الحجارة وخالية من الحديد، كانت معجزة في ذلك الزمان أن تبنى بهذا الارتفاع الشاهق الذي جعل منها فعلا منهاتن الصحراء، وجعل كثير من الرحالة يتوافدون إليها لزيارتها، وتعد بالفعل أعجوبة من الأعاجيب، وما زالت حتى الآن محافظة حتى على طرق وأساليب البناء التقليدي، فما إن يتعرض بيت للانهيار أو يحتاج إلى الترميم حتى يسارع البناؤون التقليديون باستخدام ذات الطريقة التي كان يستخدمها آبائهم وأجدادهم. نعم. وهذا بالطبع أدى إلى أن
يتساءل الإنسان عندما يقف أمامها، كيف استطاع الإنسان البدائي في ذلك الزمن المتقدم جدا أن يصل إلى بناء هذه المدن، هذه البيوت بهذا الجمال وهذا التناسق وهذا التخطيط العمراني المتميز الذي جعل من حاراتها وأسواقها نموذجا عصريا يتناسب حتى مع عصرنا هذا رغم نشأتها المبكرة. نعم سيدة أمل رزاق جحاف، وكيل الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات التي تحدثت عنها.